فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إقامة المسابقات في حفظ المتون العلمية ووضع جوائز على ذلك؟ هذا يجوز كما ذكر ابن القيم في المسائل العلمية الشرعية، لأنه يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم الشرعي يدخل في الجهاد في سبيل الله عند الإمام ابن القيم، فيجوز مثل هذا. ولكن حفظ المتون يا أخوان ترى ما هو بطلب علم مجرد حفظ، لو تحفظ متون الدنيا كلها ما تصير عالم، لازم أنك تقرأ المتن أو المتون على العلماء ويشرحونها وتفهم معناها على الوجه الصحيح. أما مجرد الحفظ يا أخي خلوه بالكتاب، الكتاب أوثق منك، الكتاب أوثق من حفظك وذاكرتك، ما هو بطلب علم هذا أبدا. اقتصار على الحفظ ما هو بطلب علم، بل ربما يغر الإنسان ويكون متعالما ويفتي بغير علم. نعم.